غنقول لكم الماتش ديال اليوم كان في شكل من البدايه ديالو حتى النهايه. اليوم الاسود الاطلس لعبوا ضد الكونغو وشفنا ذاك البيوت الاول ديال اشرف حكيمي، قلنا صافي احنا غادي مزيان، ولكن مع الوقت شفتوا بان الاسود الاطلس بحال الى فشلوا شويه، وانتم شفتوا النتيجه يعني ماتش نول. وما نساوش بان راه لعبوا في واحد الظروف اللي هي صعيبه بزاف، ديك ثلاثه ديال العشيه راه كانت الحراره بزاف والصاد في ديك البلاصه، الناس اللي كانوا كيتفرجوا تما وكانوا هما كيعانيوا يعني بهذا الصهد وبذاك الحراره، وما بالك الدراري اللي كانوا لاعبين. المهم راكم شفتوا في الاول بان لاغبيتر عنده مشكل مع لغيات وبقاو بديك لغيات حتى رجلوا ذاك المشكل، عاد زادوا كيلعبوا. شفتوا بان واحد اللاعب يعني ديال الكونغو كيسيل الدم، شحال الدم سال وما بغاش يخرج من الصطاد. وشفتوا في الاخر بان واحد اللاعب ديال الكونغو اللي هو وقيل لو كابيتان عدم الاحترام للركراكي وناط شويه ديال المناقشه وشويه ديال المدبزه، والدراري ديالنا اسود الاطلس جات لهم النفس على حساب الركراكي وتبعوا مبامبا حتى الفيستيغ.